مرحبا بكم مشاهدينا في ما بعد العرض منتدى الوثائقيات في حلقه خاصه ما بعد عرض السلسله الحواريه التوثيقيه هذا هو اسمي ادونيس تجربه ابداعيه معرفيه فريده في تاريخنا الشعري وعلامه فارقه في الثقافه العربيه صفات تجعل تقديمها بسلسله حواريه مهمه ليست يسيره سته اجزاء في حواريه مع المفكر والشاعر العربي العالمي كما وصفه المفكر ادوارد سعيد ادونيس سلسله توثيقيه هدفنا من خلالها تقدير هذه التجربة والتوغل فيها ونقاشها علها تبني جسرا يكسر صورة تصبغ توقيتنا بالجمود الفكري وانتشار لغة الفتن وخطاب عنصري تحريضي طائفي مذهبي شريك في سفك الدماء في منطقتنا وفي نقاش ما بعد العرض هذا هو اسمي نقيم التجربة والاثر الحرية بين المفهوم والتطبيق وهل الغرب واحتها؟ سوريا المستقبل الى اين واي دور للنخب في ذلك نبدا اذا النقاش ما بعد العرض نرحب اذا مشاهدينا بالمفكر والشاعر ادونيس شكرا على تلبيه الدعوه وقبل ان نبدا هذا النقاش تسمح ان نعرض تقريرا يضيء على هذه السلسله من سته اجزاء هذا هو اسمي ادونيس اعده الزميل زهير العريضي نتابع هذا هو اسمي عنوان اختارته الميادين لسلسلة حوارية توثيقية تتناول سيره حياه الشاعر والمفكر ادونيس فكان في صميم خياراتها كقيمه انسانيه وفكريه وجدليه عربيا وعالميا فهذه المساحه هي لاستعاده القبض على التجربه لتحريرها وتجريدها وتقييمها ونقدها والاستفاده منها فضلا عن انها المساحه للمعرفه ولفهم السياقات التاريخيه في الثقافه العربيه هذه السلسله جاءت من ضمن خيار ورؤيه الميادين في اعاده الاضاءه على تجربه ادونيس لما يحمله من طروحات وافكار سجاليه وذلك شكل لنا فرصه في التفاعل مع الجمهور والراي العام وايضا تحدي في تقديم ادونيس كما هو واهميه هذه السلسله هي في عمليه التوثيق حيث اصبح وثيقه تاريخيه يمكن الاستفاده منها والعوده اليها في فضاء عربي طغت عليه الفتن والجمود الفكري والتجهيل ومشهد دموي غزير غير مسبوق في تاريخنا العربي تحاول هذه السلسله الحواريه التوثيقيه ان تعيد طرح التساؤلات والقضايا البنيويه مع الشاعر ادونيس من خلال تجربته الشعريه الفريده كاحد اشهر مؤسسي الحداثه الشعريه ومنظريها اكتملت هذه التجربة مع ثنائية مميزة بيير أبي صعب المحاور الذي أضاف من مخزونه الثقافي وتجربته الصحافية والمعرفية وهو الباحث في أفكار أدونيس وسيرته الفكرة كانت أنه نعمل حديث طويل وكل مثقف كبير مثل أدونيس يعني بيرجع طفل أمام امتحانه الأول قدرنا فعلا نطرح قضايا سجلية بدون اي رقابه قضايا العلاقه بالمحظورات قضايا العلاقه بالمراه بجسد المراه بالشعر بالحداثه بالدين بالمجتمعات العربيه بالغرب هدفنا انه تبقى للاجيال الجايه الميادين طلعت كتاب الحوار رجع عمل بدون اي رقابه وطلع هذا الكتاب اللي معه كمان الاسطوانه الرقميه اللي فيها الحلقات يعني صار فينا نقول انه التجربه اكتملت بارشفتها بعد عشر سنين بيطلع الدي في دي بيحطوا بيحضرون كانه امبارح ادونيس بيخاطبوا كانه هلا عم يحكي مش من عشر سنين اما اصدار الكتاب فهو فرصه اخرى للتوثيق ورقيا لوقائع هذه السلسله كما هي وكما انجزت بلا تصرف وهو مساهمه ايضا في اعاده احياء مساحه الحوار ولغه العقل من اجل فضاء عربي خال من العنصريه والفتن والداعشيه فضاء بافق لانسان عربي ومجتمع بقيمه واخلاق انسانيه ومشارك في تطوير الحضاره البشريه جديد مرحبا بك شاعر ادونيس سانطلق من حيث انتهى التقرير وانت تكتب هذا هو اسمي ادونيس لمن اردت ان تقول هذا هو اسمي تجربه بحد ذاتها خوض هذه التجربه ما الذي اردت ان تقوله من خلالها هو مجرد عنوان مجرد دليل او اشاره الى ما افكر في بعض ما افكر فيه والى بعض ما اقوم به عمليا واظن العنوان موفق جميل يعني يعني بعد عشرين سنة هذه الوثيقة إن كانت تلك السلسلة يعني التوثيق الشفوي أو حتى تلك التي تحولت إلى مخطوطة مكتوبة تعتبر أنها تقدم أدونيس بعضاً من أفكاره لمن قد يقرأها أو يشاهدها تقدم بعض أفكاري لكن هذه أفكار كنت كتبتها من أو قلتها منذ زمان لكن هنا يحضرني شيء يجب أن أقوله هو أن ساعة في التلفزيون وهو هنا الميادين تساوي بقوتها الإعلامية وبقوة انتشارها بين القراء وبين المهتمين تساوي عشرين سنة تقريبا وأنا فوجئت بأشخاص كثيرين التقيهم مصادفه انهم لم يعرفوا شيئا عن ادونيس الا عبر الميادين يعني هذا من جهه مفري على الصعيد الفردي الشخصي لكن من جهه اخرى يعني يعطي طابعا عن وضع القراءه ووضع الثقافه في المجتمع العربي يعني اكاد ان اصفه بانه كارثي يعني الجمهور العربي لا يقرا <applause> يعني انا فوجئت كثيرا هذا يعني انه لا توجد رغبه بالقراءه ام لا توجد وسيله لا اظن هذه مساله ثقافيه اعتقد اولا مساله ثقافيه عامه لان الجمهور العربي ضئيل الثقافه يجب ان نعترف بذلك ثم وضع النشر بوضع الكتاب يعني الكتاب عدو اساسي للبلدان العربية، لا يدخل الكتاب كانه مجرم او ملاحق او مراقب، فحركة الكتاب في البلد العربي الذي يقول عنه انه وطن عربي واحد ويصف نفسه بانه له قومية واحدة هي القومية العربية، واساس هذا كله الكتاب اللغة العربية، لكن هذه الواسطة او هذه الوسيلة التي تفصح عن هويه العرب يعني مطوقه ومحاصره بفعل فاعل بمختلف انواع الرقابات وبمختلف انواع يعني القيود الاقتصاديه والسياسيه فاذا كان الكتاب مقيدا فماذا يمكن ان نحرر او ما هو المحرر ولذلك الفضائيات مسؤوله كثيرا عن القيمه وعن وعن عني ما تنقله الى الجمهور الواسع الذي يصغي يراها ومع ذلك في سلسلة الوثائقية أثناء الحوار مع زميل بيير أبي صعب كنت تتحفظ عن ذكر بعض التفاصيل وأضرب مثالا موضوع يعني عندما كنت في سجن في فترة تأديدك لخدمة العلم في سوريا في زمنين ستة أشهر في سجن مزة وأيضا في سجن القنيطرة قلت لا تريد أن تقولها لكن ربما تكتبها لا لأنه أنا في كل حياتي مشكلتي ليست مع الأشخاص ايا كان هؤلاء الاشخاص مشكلتي هي مع الافكار ومع القضايا واذا انا لا اعادي اشخاصا ولا احارب اشخاصا وانما اناقش افكارا اختلف معها فهذا هو الذي يحول بيني وبين قول اشياء كثيره لانها تمس الاشخاص وانا لا اريد ان امس باي شخص لكنك ستكتبها في كتابك سيرتك الذاتيه ساحاول أن أفصح عن هذا كله في صيغة تحترم الأشخاص الذين يعادونني، وتحترم صيغة القول أيضاً. هذا هو الذي يمنعني من الكلام يعني أنت شرعت بكتابة سيرتك الذاتية؟ نعم،, نعم. وحاول أن أكتب سيرة ذاتية وأنا شرعت به. يعني نحن نتحدث متى يمكننا ان نقرا هذه السيره الذاتيه يعني ادعي لي لكي استطيع ان انهي سريعا نتمنى دعواتك يعني الاول عندما تقول الدعاء وموضوع الايمان بالنسبه لك يعني في نوع من النقيض ولكن في الحال سادعي لك بطول العمر رغم انه انت عندك فلسفه ايضا بموضوع الموت تعتبرها ولاده ثانيه بحسب يعني بحسب الحاله ايضا عندما نقول ادونيس في حاله اشكاليه كل يقين فيه شك هذه واحده من الجمل التي تمرر مما قلت هذا يقودني لطرح بعض النقاط وحتى بعد عرض السلسله اثيرت من بعض ما تقدمته انت لا ترى ان الشعوب العربيه نالت استقلالها وانما قدم هذا الاستقلال تقديم يعني حركات التحرر الوطني الاستقلال في سوريا على سبيل المثال لم يكن استقلالا انتزع ولكن طيب <applause> يعني انا اقول هذا استنادا الى التجربه التاريخيه نحن يعني بعد سقوط الخلافه الاسلاميه في صورتها العثمانيه كانت البلدان العربيه ولايات نوع من الولايات تابعه للمركز والخلافه العثمانيه اكدت هذا ثم انتهت وانتهت لا بثوره داخليه قام بها العرب وانما بتدخل اجنبي هو الذي انهى الخلافه العثمانيه وقام بسايكس بيكو كما هو معروف بتقسيم البلدان العربيه تقسيما يعني لبنان وسوريا والاردن وخصوصا منطقه المنطقه العربيه الشرقيه غير افريقيا لكن افريقيا لها وضع اخر افريقيا العربيه واذا لم ننل استقلالنا من الخلافه العثمانيه العثمانيه بموجب ثورات داخليه سميت ثوره سوريه او ثوره لبنانيه او ثوره اردنيه او فلسطينيه الى اخره بالعكس قسمنا تقسيما جديدا والتحقنا بسياسه اخرى هي السياسه البريطانيه من جهه والسياسه الفرنسيه من جهه اخرى حتى بالنسبه للاستعمار الفرنسي والبريطاني هذا ينسحب رغم انه في شهداء وفي دماء في اسماء يعني حتى عندما تحررنا من الاستعمار الفرنسي قامت هناك بعض التمردات بعض الاشكال التمرديه وهي مشكوره ومحموده جدا كسلطان باشا الاطرس وك ابراهيم هنانو ايوه وصالح العلي لكن لم تقم ثوره وطنيه متكامله باهداف معينه يمكن ان نسميها ثوره بالمقصود يعني بان يعني ثوره وطنيه يعني يعني الثوره كما قامت في الجزائر مثلا هناك خطاب ثوري في الجزائر يطالب بالاستقلال ويطالب بنشوء دوله جديده هي دولة الجزائر وقدمت الثوره الجزائريه يعني سميت ثورة المليون شهيد وشارك فيها الشعب بكامله وبقيت فترة طويلة نحن لم نقوم بمثل هذه الثورة بمعنى الخطاب وليس بمعنى فقط عدد الشهداء يعني بلاد إذا تقوم بثورة بدها تنتقل من مرحلة إلى مرحلة وإذا يجب أن يكون لها خطاب فبلاد قائمة أساسيا على الاستعمار التركي يعني على مفهوم الخلافة يعني على القيم التقليدية الموروثة سواء كانت دينية أو ثقافية فإذا بدنا نقول بثورة لازم يكون عندنا خطاب نحدد موقفنا من هذا الماضي الخلافة ومن ثقافة هذه الخلافة هذا لم يحدث يجب يعني يجب أن نكون متواضعين لكن كان هناك أفراد متميزون لكن الأفراد لا يعبرون عن الشعب الافراد حتى الان في ظواهر فرديه متميزه في العالم في العالم العربي وهناك خلاقون في جميع الميادين لكن هؤلاء الخلاقون لا يفصحون عن مؤسسات قائمه لا في التربيه ولا في الثقافه ولا في سواء كانت جامعيه او غير جامعيه انما هم يعني لم يماسس يعني فكر تفكيرهم لم يماسس آه. <applause> وهذا هذا يعني يقودنا بطبيعه الحال الى يعني الى الان بمعنى التطور يستند الى المعرفه العقل الحوار هذا ما يحول دون تقدم الشعوب كما تراه وتحدث عن الشعوب يعني العربيه هنا بمعنى اخر لا يقاس تقدم بلد ما بعدد الافراد المتعلمين فيه أو المتفوقين أو كما يطلق يعني النخبة يعني يتغير المجتمع بتغير مؤسساته وليس بعدد أفراده انظر إلى لبنان نحن هنا في لبنان إذا أخذت لبنان بوصفه أفرادا ستجدين أنه يمكن أن يكون في طليعة البلدان في العالم لأنهم كلهم متفوقون في ميادينهم ويفوقون أندادهم في الغرب في معظم الحالات لكن في الوقت نفسه اذا اخذت هذا البلد المتفوق بافراده اذا اخذته كنظام سياسي وكنظام ثقافي وكنظام قيم ستجدين انه بلد اخر من جهه الاولى يكون في عداد البلدان الاولى في العالم ومن الجهه الثانيه يكون في عداد البلدان المتخلفه هذا هو التناقض الذي نعيشه في المجتمع العربي. تتحدث عن إنه يعني مبدأ التغيير ينطلق من تغيير المجتمع، وهنا أنت تحافظ على تغيير مؤسسات المجتمع ومن يقودها بطبيعة لا. الحال؟ يقودها المفكرون أو الثورة يأتي إما عن طريق ديمقراطية وإما عن طريق الثورية نحن لا غيرنا ذلك ديمقراطيا ولا غيرنا ذلك ثوريا. نحن نحن مثلا انا عاصرت المرحله الاولى من الاستقلال يعني حزب الشعب والحزب الوطن اللي كانوا احزاب تقليديه لكن هذه الاحزاب التقليديه كان عندها طموح وكان عندها مشروع كانها كانت تريد ان تقول للمستعمر الفرنسي نحن نستطيع ان نقوم بديمقراطية نؤسس ديمقراطيه مثلك وان تكون لنا قيم الحرية وحقوق الإنسان واحترامه مثلك وفعلا بدأت هذه يعني الخطوات وتمثلت أو, أو رأينا عشنا في شكل ما من الأشكال الديمقراطية لكن مع التطور بدل أن يبنى على هذا الأساس الديمقراطي انعكست الآية وصار في انقلابات عسكرية ما اسباب هذه الانقلابات هذا موضوع موضوع اخر هو موضوع اخر لكن في مكان ما كان في يد خارجيه بذلك وهذا ايضا لحظة بالنسبه لاهميه النخب انت تحفظ على مصطلح النخب او لا تعتبر هناك ربما هناك نخب، نحن نتحدث عن شخصيات حاضره لديها رؤى تجارب فرديه لكنها مؤثره وفي حاله نوع من الاستثمار فيها ان لم نقل شرائها لتلك النخب خصوصا في الاونه الاخيره فيما بات يعرف بتحركات او ثورات الربيع العربي وهذا ايضا لا تتفق حتى لا. على انه كذلك؟ هذا بيعني بالنسبه لمجتمعاتنا انه ما في كان اراده واحده واضحه لتاسيس قطيعه معرفيه وسياسيه مع ماضينا ولذلك بقيت ايراداتنا متنافرة ومتناثرة وبقيت العقلية القديمة هي الأكثر تأثيرا لأن يعني القبلية والعشائرية والمذهبية والآن وصل هذا التأثير إلى أوجه بحيث أنه يعني الدين الذي يجب أن يكون مثل ما كان الخليفة عمر يقول يجب أن نقرأ القرآن لله وليس لمصالحنا اليوم نقرا القران لمصالحنا الماديه مباشره بحيث حولنا الدين الى ايديولوجيا والى راس مال سياسي واقتصادي لم يساهم فيه النخب لم يساهم في ذلك النخب يعني كنا نرى اسماء أن تكتب عن الثوره عن الحداثه عن القطيعه كما قلت وفي مكان ما بدات تروج كلنا, كلنا مسؤولون كلنا بدون استثناء وانا اسمي حالي اولا يعني واتهم نفسي اولا لماذا تتهم نفسك؟ لانه يعني يجب ان نفعل شيئا لكن كلنا مقصرون كلنا انا كنت ما أقصد انت تتحدث عن تقصير وهناك انا اقصد في فعل يعني كان متعمد ربما تشويش شعوب في مرحله ما من نخب كانت لديها افكار ثوريه او حتى تلتقي معك بمبدا الحداثه التي لا. تطرحه هذا هل موجود هل... هذا دائما يمكن اتهام دائما يمكن الواحد ان يتهم غيره دائما لكن في موضوعيا المجتمع هو بالسلطه التي تقوم التي تديره واذا السلطه التي قامت في المجتمع العربي او السلطات التي قامت في المجتمع العربي بعد سقوط الخلافه العثمانيه لم تكن مستقله تمام الاستقلال ولم تكن لها اراده على افتراض اننا لا نتهمهم باي شيء الا موضوعيا بمعنى الموضوعي فيعني لم نتغير يعني المجتمع العربي لم ينتقل من مرحله الى مرحله يعني لم نستطع مثلا ان نؤسس جامعه واحده نموذجيه لم نستطع ان نغير اي شيء في التربيه بعد كل عقليتنا وكل ثقافتنا مرجعها الاساسي هو الماضي وحتى هذا الماضي مختلف عليه المشكلة حتى ترجع وهذا ايضا باب للنقاش ولكن المشكلة ترجع لأنه في سلطة تهيمن على كل ذلك تمنع اي تغيير خصوصا انك تقول في حركات فردية والمجتمع يحتاج لمن يقوده وبعد ذلك تقول نحن بحاجة مجتمع جديد عروبة جديدة خطاب جديد ثقافة جديدة وليس خلق سلطة جديدة اليست المشكلة في السلطة يجب تغييرها حتى يكون هناك يعني موضوعيا ندخل. وعمليا في السلطة لانه هي 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 التي تمثل المجتمع وقيمه وعلاقاته مع الاخر وهي التي يعني تقود مقدراته وتقود يعني حضوره في العالم حضوره في العالم وحضوره في نفسه وفي ذاته السلطات هي التي تمثله وتفصح عنه ولذلك نضع المسؤوليه اجمالا على السلطات دائما ورغم ذلك قلت انه لا يوجد لا ثورات كوي. في الدول العربيه هو. رغم انها كانت تنادي باسقاط لكن تركيا. ما هي هذه السلطه؟ هي سلطه ثوريه ام غير ثوريه؟ هذا هو السؤال سنناقش ذلك م. ونفتح اكثر في النقاش في محاور الحلقه ولكن تبقى معنا شعر ادونيس وايضا مشاهدينا فاصل قصير ونواصل ما بعد العرض الانسان ككائن اولا حريه اذا لم يكن الانسان حرا يكون شيئا من الاشياء كرسيا او شيء اخر واذا اهم شيء هو الحريه لانه بالحريه تستطيع ان تتحاور مع العالم ومع الوجود ومع الغيب ومع الله وهذه الحريه التي اجدها هي في الاسلام وهذا مع الاسف لا يقراه المسلمون مثلا تجد سوره او نصا كاملا حوار بين الشيطان والله والشيطان يقول لله لن أسجد لآدم ويقول له لا والله وضع أبقى القرآن أبقى هذا النص الحواري بين الله والشيطان أبقاه في القرآن الكريم <applause> كيف ممكن مثلا لشعب واحد يزعم انه شعب واحد يترك فلسطين بلاد شعبه يموت منذ اكثر من نصف قرن ويقتلع من ارضه ويهدم بيته ويسجن ببدعه بدعه السجن الاحتياطي بدون ذنب ويترك هذا كله كانه ليس موجودا وينصرف الى ان ياكل بعضه بعضا كيف تفسر ذلك؟ اهلا بكم من جديد مشاهدينا في ما بعد العرض ونجد الترحيب بشاعر المفكر ادونيس مرحبا بك من جديد كنا نستمع بعنايه لواحد ايضا من الصوتيات التي انتقيناها من هذه السلسله الحواريه من سته اجزاء وفيه تشريح ايضا لشعب للمجتمع العربي انطلاقا من تعاطيه مع القضيه الفلسطينيه وهذا ايضا بمكان ما يقدم بانه صار في نوع من التخدير من من انظمه عربيه بان هي معنيه وهي تقوم بذلك او حتى الدفع ان كان على مستوى تلك الانظمه او حتى كما قلنا بعض النخب لدفع تلك الشعوب بعيدا عن قضايا الاساسيه وحتى قتال بعضها البعض، هذا واحد من معوقات التطور بالنسبه للمجتمع العربي، صحيح؟ لا، صحيح، هلا على سيره فلسطين مثلا الان، يعني المشكله عند في السياسه العربيه اليوم هي كانها صارت دائما مشكله فلسطينيه، هلا هي المشكله الاسرائيليه لماذا لا يجمع العرب كسياسيين ويضغطوا على اصدقاء اسرائيل وعلى اسرائيل انه على الاقل اعترفوا بحقوق هذا الشعب يعني بعد هون العرب عم بيصروا ويضايقوا الفلسطينيين حتى يزدادوا تنازلا عن حقوقهم بدل ان يصروا على اسرائيل واصدقائها للاعتراف العلني بالامم المتحده انه لهم حقوقهم ونعترف بدولتهم هذا المشكله صارت مشكله اسرائيل ليست مشكله الفلسطينيين يعني لا اعرف كيف يفكر العرب لا فعلا يعني انا لست سياسيا لكن يعني لم التقي مفكرا واحدا في الغرب مفكرا ليس موظفا في السلطه الا يسالني كيف العرب ما فسر لي وضع العرب وكيف يمكن أن نساعد الفلسطينيين لأنك ذكرت الغرب المفكرين في الغرب وتقدم يقدم الغرب على انه واحه للحريه، هو كذلك يستطيع لا لا المفكر ان يتحدث كان في الجانب الفكري او السياسي كما يريد؟ كثير من بلدان الغرب تتعرب على هذا المستوى، يعني معنى <applause> يعني الثقافه فيها تصبح وظيفه ليست يعني هامش الاستقلال هو يعني تتضاءل اكثر فاكثر في في الغرب وهامش الالتحاق او او المثل المتن صار هو الوظيفيه وليس الاستقلال في بلدان غربيه اخرى وبهذا معنى اقول بعض البلدان تصبح عربيه على هذا المستوى يعني أنا عايش في فرنسا مثلا مع الأسف مساحة الاستقلال الفكري في فرنسا صارت ضئيلة عند المثقفين لأن معظمهم يميلون إلى أصبحوا يميلون إلى أن يكونوا دائرين في الفلك السياسي العمل الفكري هو, هو عمل سياسي لكن عمل سياسي بمعنى عمل نقدي عمل بنائي بشكل عام وليس عملا وظيفيا، شوف الفرق بين العمل الوظيفي؟ المف... في كثير مفكرين مجرد موظفين. وفي مفكرين مستقلين خارج الوظيفيه، الوظيفيه هي ان تخدم ايديولوجيا السلطه، وايديولوجيا النظام القائم. ويؤسفني ان اقول انه الفكر العربي اجمالا يخدم هذه يقوم بهذه المهمه اجمالا. والاخرون الذين لديهم بعض الافكار يعني العميقه والتي يمكن ان يبنى عليها اما انهم يكفرون واما انهم يهمشون هذا لكن مبدا الحريه المطلقه في الغرب او الحديث يعني واحه لان يتم اطلاق فيها الافكار والرؤى ليس دقيقا ليست هناك حالي. حريه مطلقه ليست هناك حريه مطلقه الحريه دائما يعني تقترن بظروفها التاريخيه وتقترن بالموضوعات التي تعالجها ولذلك رامبو الشاعر الفرنسي قال لا تكفي ان نقول بالحريه الحريه هي نفسها يجب ان تكون حره رغم ذلك قلت هناك اشياء اخاف من التعبير عنها اتردد بالتعبير طبعا عنها طبعا هناك اشياء كثيره اتردد ما كل ما يعرف يقال لأنه للقول شروطه وللقول وسطه أيضا ان ان تقوم برقابه نحن هذا لا نوع من نقول المسؤوليه شيئاً ونكفر. بس ان تمنع شيء اخر اه صحيح <applause> نحن نقول شيئا ونكفر حتى فكره بالمناسبه قلنا. موضوع الاستقلال سيكون ناقشته معك وسيكون ايضا محل نقاش وجدل مثلاً. لانه لن يلتقي أيوة، أيوة. يعني معك البعض وانا هنا لانه اتحدث عن الاشكاليه أنت تقول أن كل فنان كل مبدع لا يجب أن يلتقي مع النظام يجب أن يكون معارضا للنظام حتى لو كان نظاما جيدا لا. يعني يعني القول كويس بالجوهر هو لكن اقول انه مهمه الفنان دائما هي مهمه تغييريه، هي مهمه نقديه بمعنى اخر ومهمه النظام هي مهمه مهمه البناء والانهماك به والى اخره، لكن لكل المساحه التي يتحرك فيها إذا اندرج الفنان في المساحة التي يتحرك فيها النظام السياسي غاب ضاعت استقلاليته وضاعت رؤيته ولذلك يجب أن يكون دائماً مستقلاً عن النظام أي حتى حين يكون عظيماً يجب أن يبقى الفنان على مسافة هذا لا يعني أنه يعاديه وإنما لا يعني بالبطلة ان الفن يجب ان يعاد النظام علما انه انت يعني بوابتك للانطلاق كانت من خلال رئيس سكري القوتلي يعني قصيده قلتها مدحت فيها الرئيس كانت بوابه الانطلاق ودخلت فيها المدرسه إيه لكن هذا لم يكن وظيفه ولم يترتب على هذه القصيدة أي عمل يعني أنا في حياتي كلها لم أعمل في الدولة السورية أبدا ولم أكن موظفا على أي مستوى لا لا بالمعنى الوظيفي العملي ولا بالمعنى الايديولوجي بالمعنى السياسي و بس هو استفاد من قصيدتك يعني الرئيس ورئيس ورئيس الجمهوريه رايته مره واحده فقط في حياتي يعني لم 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 تترتب على هذه القصيده اي التزامات سياسيه ما رغبت ان تراه مره اخرى ما رغبت ان تراه مره اخرى لرئيس سكر القوات لم اكن استطيع ان اصل اليه لا كان عندك اه كان عندك رغبه لا انا كنت اتمنى ان اراه لكن لم استطيع ان اصل اليه لا انا كنت اقصد انه اخذ من شعرك جمله واستخدمها في خطابه فانت لنا سيف ونحن لك الغمد صوره استفدت فيها يعني في شخص يجب ان يحترم ويقدر كثيرا يعني انا اظن سكر القوات هو من الرجال العظام في تاريخ سوريا لأسباب عديدة أت... يعني أكتفي بسبب واحد هو أنه أول رئيس جمهورية عربي يتنازل عن منصبه في الرئاسة من أجل أفكاره لأول واحد طيب لأنه تحدث عن سوريا كيف تراها اليوم؟ لا يمكن الكلام إذا كان يعني مسؤولاً لا يمكن الكلام عن شيء وانت خارج الشيء اذا تكلمت عن مشكله يجب ان تعرفيها معرفه حقيقيه وانا لا اعرف المساله السوريه معرفه حقيقيه بدي اعرفها من خارج وهذا ما اسالك عن يعني كيف تراها كيف تراها من الخارج خصوصا انك شخصت المشهد من في الخارج سوريا من البدايه من الخارج يعني اتمنى اذا كان يعني دفعت دفع الشعب السوري ثمنا غاليا لهذا التوحش الذي حاصرها وهاجمها ودمرها على جميع المستويات، ولهذا يجب ان يخلق في نفوس السوريين وعيا جديدا وهو انه يستحيل بالنسبه لي الاستمرار في النسق السياسي والمعرفي الذي كان قائما قبل احداث ما سمي بالربيع العربي. يجب تغيير السياق والخروج منه كليا الى دوله مدنيه تكون العلاقات فيها بين الفرد والفرد قائمه على الحقوق والحريات وليست قائمه على المذهب او على الطائفه او على القبيله او على العشيره. الاحزاب الحزب يعني الذي يحكم الان البلاد يجب ان يقف امام مسؤوليته التاريخيه وان يصر على نقل البلاد من مرحله الى مرحله جديده والا لا معنى لا يعني نخون البلاد مرتين بهذه الحاله، نخون بالتوحش الذي دمرها ونخون بعدم الانفصال عن العقليه التي قام عليها هذا التوحش. وهذا سنخوض فيه لانه مهم لكن وانت تتحدث عن كيف يمكن لسوريا ان تنهض كما فهمتك يحضرني سؤال بانه الان يحكى عن انه في لجنه للدستور لكي دستور جديد لسوريا او تغيير وتعديل في الدستور القائم اذا يعني طلب منك او ودت او كنت قادر على المشاركه او تفكر بشكل دستور سوريا كيف تعرف سوريا يعني سوريا الجمله الاولى في الدستور كيف يمكن انت اولا يجب يعني يجب الغاء اي شيء يؤسس لاستمرار العلاقات القديمه يعني العلاقات بين المواطن والمواطن ليست دينيه وليست قبليه وليست عشائريه الى اخره وليست اثنيه وانما هي علاقه مدنيه قائمه على القانون لا فرق بين مواطن ومواطن الا بالإبداع وبالعبقرية وبالإخلاص إلى آخره واذا يحق لكل سوري سواء كان أنثى أم ذكرا أية مسؤولية بما فيها رئاسة بما فيها رئاسة الجمهورية يعني أنا سأكون حزينا إلى أبعد حدود الحزن وأقرب إلى اليأس عندما يكون الدستور المقبل يحدد دين رئيس الجمهورية السورية. كما هو موجود. كما الآن. هو موجود. سوريا دولة مدنية. يعني تضعها الجمهورية العربية السورية شكل الدولة دولة مدنية. الجمهورية السورية لماذا العربية؟ بدون العربية. الجمهورية السورية هي عربية بالطبع. بتطم... ليش التكرار يعني؟ ليش نقول الجمهورية المصرية ومنقول الجمهورية الجزائرية و... ما نقول الجمهورية السورية يعني سوريا ليست إناء. وقت نقول الجمه... الشعب العربي في سوريا هذه عباره يجب ان تلغى، كأن سوريا مجرد اناء والعرب موجودين في هذا الإناء، وكانه في هذا الإناء شعوب اخرى، يعني يعني تعبير عنصري هذا يعني رغم انه الرئيس السوري بشار الاسد قال انه الجمهورية السورية عندما يعني يتم تقديم يعني الجمهوريه العربيه السوريه او العرب هذا لا يعني انه يلغى المكون تلغى المكونات الاخرى من خلال هذا التعبير هو يضم كل هذه لا. المكونات حين نقول الجمهورية العربية معناها هناك أشخاص أكراد هناك أشخاص شركة هناك أشخاص من إثنيات أخرى معناها نعربهم بالقوة لماذا؟ لا نحتاج إلى هذا الجمهورية السورية هي بالضرورة جمهورية عربية لأنها في إطار عربي و ما إمكانية تحقيق ذلك؟ ولغة عربية وإلى الدولة المدنية في سوريا خصوصا أنك رأيت الصراع في سوريا أخذ طابعا دوليا وتوصفه دوليا غربي شرقي وليس حتى غربي عربي هذا كل مسألة دينية مع نعود إلى المسألة الدينية يجب على المسلمين أن يعيدوا قراءة نصوصهم الدينية كما فعل اسلافهم ما من احد يحارب الدين، انا اولا لما متهم مني احارب الدين انا لا احارب الدين انا احارب من يحول الدين الى اداه سياسيه، من يحوله الى راس مال سياسي اقتصادي، عندك مليار ونصف المليار من المسلمين لا تجدين مفكرا واحدا فيهم، يعني مفكر بمعنى انه يقرا الاسلام قراءه جديده كما قراها ابن رشد كما قرأها الغزالي ويقدمها للعالم ليس هناك أي مفكر ليس هناك أدب ليس هناك فن أنا من من القائلين بتحرير الدين من هذه الرأسمالية فصل الدين عن الدولة بتحرير الدين من 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 هذا من 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 يعني من عقول الناس الذين يستخدمونه كأداة لمصالحهم وهذا موجود في اول من قال هذا واشار اليه هو عمر بن الخطاب الخليفه الاول الخليفه الثاني قال هناك اشخاص يقرؤون القران يريدون به مصالحهم ولا يريدون به الله اليوم القراءه السائده للقران هي قراءه المصالح وليست قراءه الدين لا احد ضد الدين الدين هو ضروره اساسيه مثل الحب ل حلول مشكلات الانسان مع الغيب، ويجب ان ندافع عن هذا الحق، وانا اول المدافعين عنه. لكن حينما يتدخل الدين في كل شارده ووارده، في كل صغيره وكبيره، في التعليم والتربيه والعلاقات البشريه والقيم، هذا يعني يعني حتى في القران، حتى في القديم العرب القدامى انتبهوا الى ذلك، حتى الله نفسه انتبه الى ذلك، فخلق يعني انشا فكره الناسخ والمنسوخ، اذا كان نعم الله يقول إن ننسخ من ايه ناتي بمثلها او باحسن منها، فعلى الاقل على المسلمين ان يعيدوا قراءه النصوص الدينيه بروح الناسخ والمنسوخ انه في اللحظه محدده الله نفسه جل الله غير رايه واتى بايه اخرى ف... تعرف هلا فهمتك وانا بدانا النقاش عندما قلت بانه ساعه تلفزيونيه قد تحدث فرقا بشكل كبير لانه عندما نسمع شاعر والمفكر ادونيس يتحدث ضاربا مثالا هو يتحدث عن الدين بي عمر بن الخطاب ويكون على الشاشه سيصل بمسافه ومساحه كبيره لانه وجهت اليك اتهامات كبيره يعني على اكثر من مستوى خصوصا ان كان على مستوى التحريض الطائفي او حتى بالنسبه لرفض الدين وما الى ذلك الآن فهمت ما الذي قصدته وعنيته من خلال ذلك لكن انطلاقا من هذه النقطه هذه هي ما اخذك على الم المعارضة السورية؟ أنا بالبداية كتبت رسالة إلى رئيس النظام رئيس بشار الأسد وللمعارضة ورسالة بالوقت نفسه كتبتها إلى المعارضة وتحدثت فيها عن هذه القضايا إذا لم تنتقل سوريا إلى وضع مدني كامل وباحترام كامل للدين لكن بفصل كامل بين ما هو ديني يجب أن يترك للفرد وحريته وبين ما هو من جهة وما هو سياسي ثقافي اجتماعي من جهة ثانية لا يمكن أن تتقدم سوريا بل ستعود إلى الوراء وستكون عضويا عضويا تابعة لهذه الدولة الأجنبية أو لتلك الدولة الأجنبية وإذا لا بد من هذا الفصل وهذا فيه يعني نوع في ثلاث خصوصا عفوا ما أطعتك ما <applause> وخصوصا تحرير المراه يجب ان تتحرر المراه تحررا كاملا من الشرع الديني وان تخضع للقانون كغيرها وان تتساوى بالرجل على جميع المستويات وبجميع الحقوق دون ذلك لا معنى لا معنى لبلد اسمه سوريا بالنسبه لي النقطة الأساسية في كان في عندك رؤية أو ثلاث نقاط كوصايا بعدم العنف النقطة الثانية إنه عدم الاعتماد على الخارج والنقطة الثالثة عدم المراهنة على إسقاط النظام. وهذه الأخيرة تحتاج للتوضيح. لا المراهنة هذه كنت أقولها أنا مع الأصدقاء اللبنانيين الذين قلت لهم الوضع يعني هذه مجرد راي كان انا ذاك والغريب ان رايي يعني كان صحيحا قلت فكروا بسوريا كبلد وكدرسوا تاريخها وشعبها ولا تختزلوا المساله السوريه بالنظام لا يجوز ان تماهوا المماهات بين سوريا ونظامها النظام شيء وسوريا شيء آخر وإذا راهنوا على سوريا ولا تراهنوا على إسقاط النظام العرب لم يفعلوا شيئا من خمسين سنة إلا تغيير الأنظمة غيروا الأنظمة ولم يتغير أي شيء وإذا المشكلة ليست في النظام مشكلة في المجتمع في المؤسسة المجتمع ومؤسسات هذا المجتمع الثقافية يعني أنا أتمزق حينما أرى أن سوريا في القرن الحادي والعشرين لم تستطع أن تقيم جامعة واحدة نموذجية أنا أنا يعني أتأسف ليس سوريا وحدة العرب وحدهم العرب على المستوى التقني الخلاق غير موجودين على جميع المستويات مجرد شعب مستهلك لكن هل كان ممكن ابعاد التدخل الخارجي او حتى طلب الدعم الخارجي لا كان على مستوى السلطه او حتى على مستوى المعارضه وضعنا الراهن اثبت انه صعب التخلص من الاجنبي لكن كان يمكن او يجب ان نتخلص من الاجنبي لانه لا يمكن ان نحدث ثوره بمرتزقه واللي بده يعمل ثوره بده يكون هو نفسه صور عقله لا يمكن أن نعمل ثورة بالدين الطائفي لا تصنع ثورة والمذهب لا يصنع ثورة مذهب يصنع تخلف لأنه بده يطبق ما هو قديم وما هو مستنفذ على ما هو حديث وناشئ كنت تلتقي أو سمعتك في إحدى المداخلات تلتقي مع معارضة الداخل ما زلت كذلك؟ أنا على المستوى السياسي قلت إذا كان لي موقف فانا مع المعارضه التي بقيت في الداخل لكن هذه المعارضه التي بقيت في الداخل يجب ان تغير بحيث ان تفصل بين ما هو ديني احتراما للدين وما هو سياسي وثقافي واجتماعي وان تنص على ذلك لا يكفي ان نقول دوله مدنيه دولة علم ومعرفة يعني علمانية لا أعرف لماذا أنا خاف من كلمة علمانية لأنه في مشكلة بتعريفها يعني في في ولذلك عدنا الى قصه النخب، هناك من يعمل على تشويش حتى تعريف العلمانيه وما هي العلمانيه ودائما تقدم في حاله التكفير. هذا خطا او مش دائما يعني هناك من يقدمها ل ل يعني بهذا التعريف هذا خطا في البلدان الغربيه علمانيه وليس ضد الدين فلماذا لا نكون نحن لا احد ضد الدين لكن يمكن ان يكون الانسان غير متدين يجب أن نحترمه لكم دينكم وليا دين كان يقوله العرب أنفسهم ولم يكون يعني العرب القدامى كانوا يناقشون مشكلة الدين ومشكلة الإيمان ومشكلة الآخرة ومشكلة النار والجنة إلى آخره بحرية أكبر بكثير من الحريات التي نراها اليوم في المجتمعات العربية يعني نحن أكثر تخلفا بكثير مما يظن، يعني أسلافنا الذين نعتز بهم كانوا أحسن منا أنت تعرف العلمانية بأن فصل الدين عن الدولة فصل الدين عن فصل المعرفة أيضاً أوه. يعني كل عالم المعرفة يجب أن يكون له استقلاله، إذا لم تستقل المعرفة واستقل العقل كل شيء ملتبس أنا بيكون آنذاك ونحن لسنا على الخط، لسنا متفائلا. انا على سوريا هذا. وعربيا. لا لا، خصوصا عربيا. خصوصاً. يعني سوريا كانت اكثر البلدان العربيه تقدما بشكل عام، وهي النواه أساسية للتقدم العربي كله. ف يعني دمرت دمرت من داخل ولذلك المسؤولون في سوريا والشعب في سوريا يجب ان يعوا مسؤولياتهم التاريخيه انهم اذا تراجعوا الى الوراء وتمسكوا بفكره يعني بالثقافه الدينيه، الثقافه الدينيه ثقافه ملتبسه وهي مدمره هي تدمر تدمر الأرض، تدمر منذ الطفوله نعم. هذا والثقافه الدينيه لا علاقه لها بالدين يعني الاشخاص الاخر اليوم الذين يتكلمون على الدين يجعلون انفسهم وسطاء بين البشر وبين الله بالاسلام لا وسطاء الاسلام والفرد حوار بينهما فقط مع الله الفرد يخاطب الله ويقرا نصه مستقلا طيب كيف هل يمكن ان اسالك ولك حريه الخيار كيف ترى سوريا بعد عشر سنوات لا يا ريتني اعرف حينما يوضع الدستور على سبيل المثال سنرى من الدستور إذا كان الدستور فعلاً يحترم الإنسان وحقوقه بكامل المعنى، سأقول لك. مو هذا موعد. موعد. <applause> في نقطة أخيرة منذ متى لم تذهب إلى سوريا؟ منذ بداية الأحداث. ستذهب قريباً راغب الذهاب. أنا آمل لكن ليس لدي الوقت الآن مع الأسف. آمل أنا أحب يعني سوريا في يعني دائماً. سوريا بلد لا يجوز ان نراها عبر الحاضر الذي تعيش فيه يجب ان نراها عبر رمزيتها الكبرى سوريا يعني ممكن واحد يعدها هي والعراق اهم بلد في العالم كله هي مصر في العالم على في العالم كله على العالم العالم يعني بكفي يكون عندك الابجديه التي علمت العالم ونقلها سوريون لبنانيون الى العالم و كنت سيد الفن الى اخره يعني مصدر اساسي للمعرفه وللابداع نعم ومصدر مصدر اساسي المصدر الاول حتى لليونان وحتى لغير اليونان كنت اظن انه الجهل انا بالنسبه لي هو يعني من اكثر او اخطر الاعداء بالنسبه للبشريه الان ليس بنفس المستوى لكن الوقت اراه كذلك لانه يحدد انتهاء هذه المقابلة أشكرك جزيل الشكر المفكر الشاعر أدونيس على قبول مجددا الدعوة وكل ما قدمته وسواء اختلف أو اتفق معك أي أحد بالفكرة لكنه قيمة بالفعل أن يكون معك في ذات التوقيت مجددا كل الشكر شكرا شكرا لكم مشاهدينا أينما كنتم حلقة جديدة بنقاش وثائقي جديد دائما فيما بعد العرض إلى اللقاء هذا تبدأ الحكاية أو تنتهي الحكاية والمدى خيطي اتصلت أنا الفوهة الكوكبية وكتبت المدينة حينما كانت المدينة مقطورة والنواح سورها البابلي كتبت المدينة مثلما تنضح الأبجدية لا لكي ألأم الجراح لا لكي أبعث المومياء بل لكي ابعث الفروق الدماء تجمع الورده والغراب لكي اقطع الجسور ولكي اغسل النزوم الحزينه بنزيف العصور